أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، حياكم الله، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من حصتكم الرياضية ستاد دي زاد. الموعد اليوم كان مع إجراء مباريات الجولة التاسعة من بطولتي الرابطة المحترفة الأولى والثانية، سنتكلم عنها بتحليل ونقاش، كما سيكون لنا حديث عن القائمة الموسعة التي أماط عنها اللثام الناخب الوطني كريستيان غوركوف تحسبا لمواجهة منتخب تنزانيا. سنعرج كذلك للحديث عن المنتخب العسكري والإنجاز التاريخي الذي حققه بكوريا الجنوبية وتتويجه بلقب كأس العالم العسكرية. وعلى هذا الأساس نستضيف اليوم الناخب الوطني يونس افتيسان، مرحبا بك معنا. مساء الخير إخواني المتفرجين، مساء الخير. شكرا لك كوتش، كما نرحب بعمر سلامي رئيس القسم الرياضي، مرحبا بك معنا عمر. أهلا كمان جميع المشاهدين. شكرا لك عمر. بداية مشاهدينا الكرام، نبدأ من المحترف الأول. الموعد اليوم كان مع إجراء مباريات الرابطة المحترفة الأولى، ثلاث مباريات مقدمة عن الجولة التاسعة يتقدمها مواجهة وفاق سطيف. نشاهد ما فعله الوفاق أمام شباب الوزداد وفاز عليه بنتيجة هدف دون رد، الهدف الوحيد في لقاء سجله باعوز في الدقيقة 63 من مخالفة مباشرة خدع بها الحارس مليك عسلة، تبعها بعوز بنجاح. إذن الوفاق يؤكد ربما صحوته عمر في هذه البطولة، يعني بعد سلسلة نتائج متذبذبة في الرابطة المحترفة الأولى. أما كمل بعد بداية نقول سيئة الوفاق سطيف، تمكن بعد مرور الجولات من إيجاد الريتم تاعو اللي معروف به، وقلنا من قبل بأن وفاق سطيف معروف أنه يعود شيئا فشيئا في البطولة، وشفنا في المباراة اللي السابقة فاز في جمعية وهران. نعم. واليوم أكد أمام شباب الوزداد وراه يحتل ديها. المركز الخامس ب 14 نقطة، يعني بفارق نقطة واحدة عن تاجنت اللي يحتل المركز الثاني. نعم كوتش، يعني بالنسبة لوفاق سطيف، يعني الكل كان يتابع الوفاق يعني يبدأ بقوة هذا الموسم، لكن ربما عكس توقعات، بداية كانت محتشمة لكن في الجولات الأخيرة يعني استطاع أن كما يقولوا ينفض الغبار عن نفسه وينطلق في هذه البطولة. برأيك ما هي الأسباب التي أدت وفاق سطيف بطل إفريقيا الموسم الفارط وبطل البطولة الوطنية الموسم الفارط إلى يعني في هذه البداية المتذبذبة؟ والله الوفاق معروف بالنتائج الإيجابية تاع السنة الماضية وخاصة كأس إفريقيا، ولكن أنا نظن الفريق هذا النتائج نقول المدبدبة كما قلت هي اللي خاصة بداية السنة وين البطولة خاصة كأس إفريقيا وين ما انطلقش كما كان ينتظر كل الجمهور الجزائري ينتظر في هذا الفريق هذا، وبالوقت فريق اللي عنده كسب خبرة وكسب تجربة من عند المسيرين من عند المدرب، حتى اللاعبين اليوم عاودوا ولاو للطريق صحيح كما نقولوا حنايا. البدايه ما كانتش حسنه، ولكن هذا الفريق هذا كل الفرق وكل الجمهور الجزائري كان ينتظر في الوفاق، ورانا نشوفوا في هذه الاسابيع الاخيره عاود ولا النتائج الايجابيه، وهذه النتائج الايجابيه تسمح للفريق هذا يكون احسن في المستقبل. نعم، اذا الوفاق يؤكد صحوته بعدما فاز على شباب الوزداد بهدف دون رد. نعيد الهدف الذي سجله بعوزة في مرمى الحارس مليك عسلة، ولو انه الشباب الوزداد يعني الفريق طاقم الفني لشباب الوزداد كان تحفظ على الهدف المسجل من قبل فريق وفاق سطيف بخصوص هذا الهدف. يعني يونس، يعني بخصوص هذا الهدف، هل هو شرعي بحسب الصورة التي تظهر؟ الصورة ما تبينش مليح، ولكن ما رانيش اختصاصي. نعم. في هذا الهدف، وعلى حسب الصورة نشوفوا باللي حتى اللاعب لما مشى الكرة نقول انا صرا ان كونتاكت مع الغارديان، والحكم اللي هل الحكم شاف هذه الصوره هذه ام لا ما ننجمش نحكم، الصوره ما تبينش. من نشوفوا الحارس خرج في الوقت المناسب اللاعب بالوفاق سطيف قاس اللاعب تاع الحارس تاع بالوزداد، هنا تولي للحكم هل كاين خطا ام لا. الحكم اللي كان قريب للقطه هو اللي كان اللي ينجم ينقول يبرر ام لا. نعم، الحكم نسيب هو من ادار لقاء اليوم. على كل إن الوفاق حقق الاهم وفاز بالنقاط الثلاث التي قدمته اكثر الى كوكبة المقدمة. نعم، كمل بالإضافة في الجهة المقابلة ثالث هزيمة لشباب الوزداد على التوالي. نعم. يعني صح. بعد الهزيمة في الموب أمام
اتحاد العاصمه في الديربي ثلاث هزيمه. نظن بلي شباب الوزداد راه يمر بمرحله صعبه، لكن في نفس الوقت عنده كانت مباريات صعبه، يعني وضعته البرنامج امام ولديه بجايا، اتحاد العاصمه، ثم الصيف في الصيف، يعني نظن بلي فتره صعبه كلها مباريات ديربي ومباريات خارجيه. ما نظنش شباب الوزداد لما شوفوا المباراه اللي لعبها مع اتحاد العاصمه دار مباراه في المستوى. هذه هي كره القدم، كان قادر يفوز كيما لازم، ولكن شباب الوزداد بالتشكيله بالخبره قادر يولي في الاسابيع الجايه بدون مقبلة. بدون تشكيله محترمه، ربما قادر على لعب الادوار الاولى فيما تبقى من جولات من عمر الرابطه المحترفه الاولى. الوصل عرض مباريات الرابطه الاولى ومباراه شباب قسنطينه واتحاد البوليده التي انتهت بالتعادل الايجابي هدف في كل شبكه. نشاهد صور المباراه، الشباب بقياده مولاي احمد كان سباق لافتتاح باب التهديف في الدقيقه 6 من الشوط الاول قبل ان يعدل النتيجه على اثر ضربه جزاء نوبلي الهدف السابق لاتحاد البوليده في الرابطه الثانيه. ها ويعدل النتيجه في الدقيقه 54 للاشاره، فانه اللحظات الاخيره من عمر المباراه شهدت طرد منير فكيه في الدقيقه 94 من جانب اتحاد البوليده. وشباب قسنطينة تعثر مرة أخرى على أرضية ميدانه حملوي بقسنطينة. نشاهد ربما فيديو خاص بمراد مجني لاعب سابق للمنتخب الوطني الذي دخل بديلا في المرحلة الثانية من عمر المباراة. مراد مجني يعني أمتع ربما الجماهير ببعض العروض كما تتابعون، وساهم بقسط وفير من الفرص التي أتيحت لشباب قسنطينة في المرحلة الثانية كما تتابعون. تمريرة بالعقب. كوتش، يعني بخصوص مراد مجني، ربما تعليقك حول هذه الصفقة، نستطيع أن نصفها بالصفقة الغامضة. يعني مراد مجني لاعب انهكته الإصابات، يعني لا يستطيع تحمل مباراة كاملة. برأيك هل إدارة شباب قسنطينة أخفقت أم نجحت في تعاقد مع لاعب؟ ما نقدرش نوجبك، ما رانيش في الفريق باش يكون عندي معلومات صحيحة، ولكن لاعب مجني نظن بالخبرة وبالتجربة ديالو لو يكون هذا اللاعب جاهز بدنيا يقدر يجيب الإضافة للشباب قسنطينة. لاعب اللي يعرف كرة القدم، يعرف واش هي نقول واش هو ضغط الجمهور، ويعرف كيف يسير المباراة. اليوم نسألو هل مجني جاهز بدنيا أم لا؟ نعم، هذا هو السؤال الجوهري. عمر، ربما تعقب على مراد مجني. مغني غني عن تعريف، كان مدلل أنصار المنتخب الوطني قبل مونديال 2010. الإصابات هي لحال دون أنه يواصل بتلك القوة، لكن نظن بلي فرق نشوفوا مثل هذه المراوغات القاتلة. يعني أنصار فريق، حتى الأنصار تفاعلوا معه. نعم، أنصار سنف، أنصار فريق كيشوفوا مراوغتين أو ثلاثة في مباراة مثل هذه يقول لك معليش يمكن ما يمشي مباراة، ويشوفوا هذه الفنيات اللي ناقصة كثير الآن في الميادين. كما نشوفوا كرة يعني تمشي، نشوف فنيات هذه يعني انقرضت من البطولة الوطنية. نعم، على كل اللي عنده فنيات. نعم، الفنيات ديالو تسمح له يجيب الإضافة للشباب قسنطينة. نعم، على كل حظ موفق لشباب قسنطينة ولمراد مجني الذي قدم الكثير للمنتخب الوطني في وقت من الأوقات. بالنسبة لمولودية بجاية فازت بهدفين دون رد، هدف لقاء سجلهما كل من حمزاوي واندوي من جانب مولودية بجاية. ننتقل إلى المحترف الثاني، 7 مباريات أجريت اليوم، الجولة كانت مبطولة من مباراة واحدة. نبدأ بمباراة أولمبي المدية واتحاد الشاوية. أولمبي المدية فاز بثنائية مقابل هدف واحد، ولو أن أولمبي المدية ضيع ضربتا جزاء في المرحلة الأولى من عمر المباراة. بالقرفي وليد من جانب أولمبي المدية وعدادي توفيق هما من سجلا هدف اللقاء من جانب أولمبي المدية. أما بالنسبة لاتحاد الشاوية، سجل لاتحاد الشاوية اللاعب توفيق كما تتابعون، ولو أن أولمبي المدية ضيع ضربتا جزاء ربما كادت أن تغير مجرى هذه المواجهة عن طريق مختار أمين وسلوم عبد السلام لداني ضيع ضربتا جزاء في هذه المواجهة. عمر، بالنسبة لأولمبي المدية الموسم الفارط كانت قاب قوسين وأدنى من تحقيق صعود، هذا الموسم ربما عرفت صعوبات كبيرة في الجولات الأولى. كما البداية متذبذبة لأولمبي المدية، بدأ عادي لكن في الجولات الأخيرة تراجع للنتائج تاعه واستعاد زمام الأمور وشيئا فشيئا. شفنا المباراة اللي فات انهزم أمام شبيبة بجاية في بجاية، لكن اليوم أمام اتحاد الشاوية
الجوية حقق الأهم، حقق 3 نقاط اللي سمحت له بالارتقاء نوعا ما والاقتراب من المقدمة والابتعاد عن فرق مؤخرة الترتيب. نعم، كان هذا بالنسبة لأولمبي المدية. ننتقل إلى الرائد اتحاد بلعباس وسلسلة العروض القوية التي يقدمها من مباراة إلى أخرى. فاز على أولمبي أرزيو ب4 أهداف دون رد. نشاهد شريط المباراة. غزالي في الدقيقة 35 يسجل الهدف الأول قبل أن يعود أوزناجي النوري من جانب اتحاد بلعباس ليوقع على ثلاثية كاملة ربما نصبته رجل الجولة هذا في هذه الجولة، الجولة 9 من رابطة المحترفة الأولى. كوتش، ربما سبق لك وأن دربت النوري أوزناجي مع نصر حسين داي أو مع فرق أخرى إن لم تخن. لا، النوري أوزناجي خاصة في شبيبة القبائل. نعم. وين كان مهاجم أيمن، لعب اللي عنده نقول خبرة، يعني خبرة، والخبرة ديالو خاصة في خارج الميدان في غرفة الملابس اللي يحفز اللاعبين، يحفز وعنده اون بون كومونيكاسيون مع اللاعبين، ويعرف يجيب الإضافة لما يكون مع اللاعبين، يعطي لهم هذيك الإرادة فوق الميدان، واللاعب هذا في فريق يقدر يجيب الإضافة، ولما تكون عنده اون بون كومبليمونتاريتي مع المدرب يستعمل كلاعب اللي يكون نقولوا احنا لو كابيتان ديكيب، خاصة في غرفة الملابس. اليوم كاين فرق اللي عندهم مشاكل كبيرة في غرفة الملابس، ولما يكون عندك لاعب كما نقولوا احنا لو ساج داخل المجموعة، هو اللي يقدر يجوز لك لو ميساج اللي حاب انت تجوزه كمدرب. نعم. وهذا اللاعب هذا اون بون كومبليمونتاريتي مع المدرب ديالو، وشفنا كل مرة وين يكون في الفريق هذا يكون في نقول انا في حالته اللي يلعب بالادوار الاولى ويكونوا نتائج ايجابيه. نعم كوتش عمر، يعني بالنسبه للرابطه الثانيه هناك 11 فريق سبق لهم وان صعدوا للرابطه الاولى، يعني لعبوا في الرابطه الاولى منذ مده. اليوم نشاهدهم في الرابطه المحترفه الثانيه، ربما هذا الشيء اللي راح يولد صراع من اجل لعب ورقه الصعود، اليس كذلك؟ طبعا بالطبع، كما كاين فرق اللي سقطت منذ مواسم وتضع هدف الصعود في هذا الموسم، وهناك الفرق اللي سقطت، ثلاثة اللي سقطت الموسم الماضي، اتحاد بلعباس ومولودية العلمة. نعم. الهدف من بين اتحاد بلعباس ومولودية العلمة خاصة، وجمعية شلف كذلك. نعم. الهدف تاعها هو الصعود هذا الموسم. أكيد. وهناك فرق أخرى مثل اللي كل موسم تصل المرتبة الرابعة أو الخامسة مثل أولمبي المدية، أهلي البرج اللي عنده سنتين أو ثلاثة في الرابطة الثانية. نعم. يعني هدف صعود، وضع هدف صعود، كل هذه الفرق يعني نشوفوا كوكبة من الفرق، 7 فرق أو 8 كلها وضعت هدف صعود. نعم. عفوا، راح يشتد الصراع كثيرا في الجولات القادمة خاصة. تفضل بوتشان. تسأل الفرق في بداية الموسم، كل الفرق تاع الرابطة الثانية تتكلم وتقول احنا الهدف تاعنا هو الصعود. صعد. نعم. كل الفرق، ما كاش فريق اللي يقول لك انا في القسم الوطني التالي يقول لك انا نحوس على البقاء. نعم، مثل ما حدث مع فريق شبيبة سكيكدا الذي انهزم اليوم بنتيجة هدف دون رد، الهدف الوحيد في اللقاء سجله بالحمري وليد عن طريق ضربة جزاء من جانب جمعية الخروب. كوتش، بخصوص هذه النقطة، يعني علي مشيش صرح وقال انه مستقيل من تدريب شبيبة سكيكدا، يعني ربما شيء او سبب استقالته هو الضغط المفروض عليه، يعني الإدارة طالبته بتحقيق صعود، وهو كان رد وقال بأنه يعني فريق حديث النشأة صعد يعني مؤخرا إلى الرابطة الثانية، فهل يعقل أن أصعد به إلى الرابطة الأولى؟ يعني تعليقك حول والله هذا الكلام هذا ما ينقالش، خاصة لما الفريق يصعد في أول مرة. نقول عنده تاريخ شباب سكيكدا، عندها تاريخ في كرة القدم، ولكن عندها سنوات من ضيعت هذه الخبرة هذه تاع القسم الوطني الثاني والقسم الوطني الأول. كان ممكن يقول نحوسوا على البقاء، يخلوا المدرب يعمل، نقول أنا بارتياح. لما أنت تطلب المدرب وتقول له احنا الهدف تاعنا هو البقاء، هذا المدرب يعرف كيفاش يتعامل، يعرف كيفاش يمشي مع اللاعبين، ويعرف كيفاش يفاكيو لا بريسيون، خاصه الضغط. لما انت تتكلم من البدايه وتقول انا الهدف تاعي صعود، راح يكون ضغط كبير على المدرب، وراح يكون ضغط كبير على اللاعبين. ولما يكونوا عندك لاعبين ماشي كاسبين خبره، ماشي كاسبين تجربه، هذاك الضغط راح ياثر عليهم. نشوفوا بلي
الفريق سكيكدي اللي ضيع عده نقاط هذه السنه في ملعبه، وهذا يرجع للضغط المباريات للاعبين. ممكن اللاعب ما يعرفش يسير الضغط، خاصه لما تلعب في 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 ملعبك وين الجمهور والمسؤولين والمدرب يطلب منك باش على النتيجه الايجابيه، وتدخل في هذيك طريقه اللعب الفوضوي اللي تحوس توصل للملعب بدون طريقه. معدي على المقاطعة، نفتح قوس بخصوص مسلسل إقالة واستقالات المدربين، 22 مدرب ما بين مقال ومستقيل باحتساب علي مشيش. يعني لماذا لا نعتمد في الجزائر على منصب رئيس نقابة المدربين الجزائريين من أجل الدفاع عن حقوق المدرب الجزائري اليوم الذي صار ربما يعاني الأمرين، خاصة من قبل بعض رؤساء النوادي سمحهم الله؟ يعني يطالبوا المدرب يعني الفوز في جميع المباريات أو ربما تحمل أهداف، هو يعني أهداف ثقيلة على هذا المدرب. والله يا راك قلتها، راك كما نقولوا ريبونديت على لا كيستيون ديالك. لما انتهيت في البداية هضرنا على الضغط، هضرنا على الأهداف المسطرة في بداية الموسم، وتقول أنا الهدف تاعي هو صعود. لما تحوس تكلم على صعود يفومات لي مويان بور اكسيدي. واليوم رانا نشوفوا المدربين، كاين بعض من المدربين ما يحملوش الضغط، الضغط المباريات. لما تشوف انت الضغط اللي يعيش بها المدرب ما هيش حاجة سهلة. المدرب اللي ما هوش في أسبوع، سنة كامل عايش بالضغط وعايش بهذاك لو ستريس باش يسير المباراة. هنا لما احنا كمدربين احنا متمنيين تكون عندنا اون اسوسياسيون، وخاصة ان بريزيدون اللي ينجم هو تكون يدافع على المدربين. انا على حساب رأيي هذه الاسوسياسيون هذه مديورة، وعلى رأسهم المدرب بيسكري. هل اليوم هذه الاسوسياسيون هذه راهي تعمل ام لا؟ اليوم ما نقدرش نجاوبك، مي على حسب المعلومات ديالي بلي هذه الاسوسياسيون هذه موجوده. نعم، بالنسبه لهذه رابطه المدربين الجزائريين او نقابه المدربين الجزائريين مثل ما تدعى في البلدان الاخرى على غرار المغرب، يملكون عبد الحق باندوزا رئيس نقابه المدربين المغاربه في فرنسا، هناك جويل، هناك جون ميشيل غالان في اسبانيا. يعني في الجزائر يعني منصب شاغر رئيس نقابة المدربين الجزائريين. أتذكر يعني في البطولة الفرنسية الموسم الفارط هناك ثلاث مدربين إن لم تخني الذاكرة ما بين مقال ومستقيل. في الجزائر نعيش الجولة الثامنة 22 مدرب، عمر هل يعقل ذلك؟ كمل بالنسبة للنقابة، هنا في الجزائر مازال ما وصلناش إلى هذا المستوى، يعني بتكون نقابة يعني هناك مدربين يعني نتحدثوا على البطولة كاين نتائج، يعني دائما المدرب يروح ضحية النتائج، وكان وين مدرب حكينا عليه من قبل في حصة سابقة يكون عنده تعداد يجيب الرئيس وما يجي المدرب بعد ذلك يصيب التعداد، غير يكون المدرب دائما هو الضحية. والمدرب الذي لا يقوم بعملية الاستخدامات يعاني عند انطلاق البطولة، ليس كذلك؟ كما كان المدرب اللي يروح الفريق ما يصيبش إدارة اللي توقف مع الفريق التاعه ومعاه وتطلب منه بعد ذلك تقديم الاستقالة حتى ما يكونش تعويض على العقد تاعه. كان أمور كثيرة يعني تحيط بالمدرب في الجزائر، يعني ولو موقفش المدربين وعدة مدربين رانا نشوفه فيهم يقال، ولكن دون حدث. يعني نعم، مشكلتنا اليوم المسؤولين يمشيوا أكثر يجيبوا اللاعبين ثم يتكلموا مع المدرب. هاو المشكله هي في الحقيقه الاحسن تجيب مدرب هو يقوم بعمليه الاستخدامات هو، وتعطي له المسؤوليه ويتحمل مسؤوليته كمدرب، ثم في البرمجه يسطر الهدف تاعو. قال انا الاهداف تاع الفريق هذا الصعود. انت اليوم تحوس على اللاعبين، قال عده لاعبين في الهجوم ولا في الدفاع، من بعد لما تختم كما نقولوا التشكيله ديالك ثم تحوس على المدرب. نعم. وهي في الحقيقه يكون العكس اكيد صح. حتى كما المدربين شوفوا يقيلوا مدرب او يستقيل، شوفوا المدرب اللي عوضه هو مدرب مقال من فريق اخر بسبب نتائج، والمدرب اللي راح بسبب نتائج ويعوض المدرب. ما فهمناش المدرب شيء غريب. نعم، من بين الاشياء الغريبه التي تحضر في الرابطه المحترفه الاولى، نمر الى مولوديه العلم التي فازت بثلاثيه كامله دون رد على شبيبه بيجي الذي يواصل الغرق والمعاناه. نشاهد صور هذه المباراه بالخيط المختار في دقيقة 13 يمضي على الهدف الأول، هدف جميل باغت به حارس فريق شبيبة بجاية قبل أن يوقع برهمية عماد على ثنائية نظيفة في الدقيقة 45 بهذه الكيفية، ثم
يمضي على الهدف الثالث الضربة القاضية بالنسبة لمولودية العلمة في شباك شبيبة بجاية في الدقيقة 85. والظاهر بأن مولودية العلمة بقيادة نور الدين سعدي ربما تنفس الصعداء، ولو أن المدرب نور الدين سعدي بدأ بتعادلات مع مولودية العلمة لكنه تنفس الصعداء في الجولة هذه. كمل تدريجيا فريق مولوديه العلمه استعاد العافيه تاعو. شفنا بعد تعثرات حتى ميدانه، شفنا المباراه اللي فات فاز خارج ميدانه على شبيبه سكيكده، واليوم يعني امام فريق شبيبه بجايه يضرب بقوه. نظن باللي الفريق يعني كما يقول لك تجاوز هذاك الجانب المعنوي النفسي السلبي اللي كان عنده بعد الاقصاء المبكر من يعني النتائج السلبيه في رابطه الابطال. نعم. بالاضافه الى الهجره الجماعيه للمهاجمين خاصه درارجا الى غير ذلك. يعني نظن باللي مولوديه العلمة الان في الجولتين خاصه الجولتين الاخيرتين بدات تسترجع انفاسها حتى ارضيه ملعب مسعود زوكر. لو نشاهد سويه ارضيه ملعب مسعود زوكر يعني استعادت عافيتها، وكانت الارضيه كارثيه الموسم الفارط، ساهمت بقسط وافر في تعثر الفريق وتضييعه للعديد من النقاط في الموسم الفارط. فريق مولودية العلمة الذي سقط الموسم الماضي يريد العودة بقوة إلى الرابطة المحترفة الأولى. نواصل عرض مباريات الرابطة المحترفة الثانية. اتحاد الحجوط الذي تعادل سلبا أمام شباب بتنا في معقله تعثر مرة أخرى وأهدر نقطتين ثمينتين على أرضه وبين جماهيره. إذن كانت هذه مباريات الرابطة المحترفة الثانية. نعرض عليكم جدول نتائج الرابطة المحترفة الثانية والتي جاءت على النحو التالي. قبل أن نمر إلى المنتخب الوطني العسكري نمر إلى أخبار الخضر، والموعد اليوم كان مع الكشف عن قائمة 32 لاعبا المعنية بمواجهتي منتخب تنزانيا في تصفيات كأس العالم 2018. نشاهدها سوية في هذا الشريط كما تتابعون. في حراسة المرمى عز الدين دوخة، رئيس وهب بولحي وملك عسلة، في الدفاع جانين زفان حشود بدبودة مجاني زيتي مصباح بن عيادة بالقروي غلام موندي وطهرات، وكذا خوالد في الوسط قديورة سفيان فغولي بودبوز طيدار عبيد العرفي بن طالب غزال مسلوب وابراهيمي، في الهجوم محرز بالرحمة سليماني سوداني بالفضيل وبنجاح. كوتش، بخصوص المنتخب الوطني ربما كنت منشغل مع المنتخب العسكري في نهائيات كأس العالم العسكرية، المنتخب الوطني أجرى مباراتي وديتين خلفت ربما استياء لدى شارع الكروية الجزائري. البعض طالب بإقالة الناخب الوطني كريستيان غوركيو، في البعض الآخر قال ربما التريث لأنه الوقت ليس مناسب من أجل ربما القيام بخطوة ربما قد ينجر عليها عواقب وخيمة، وخاصة ونحن المنتخب الوطني مقبل على خوض نهائيات كأس العالم مهمة للغاية. أنا نظن بالنتائج إيجابية اليوم الأول ونحسبوا المنتخب الوطني ولا بنتيجة إيجابية في مباراة رسمية. نعم. وهذه اللي هذا هو اللي نجمو نتكلموا عليها أكثر. أما المباريات الودية هي مديورة باش المنتخب تكون عنده نظرة عامة على اللاعبين، وكان بعض من اللاعبين اللي كانوا مصابين ما كانوش في التشكيلة. حقيقة نهزمنا مع المنتخب الجيني اللي ممكن ما كناش ننتظره باش ننهزمه، ولكن متعادل بعد أيام مع المغرب، في المغرب تعادل هدف مقابل هدف. هي هذه هي مباراة نقول مباراة تحضيرية تسمح للناخب الوطني تكون عنده عامة. واليوم اكتشفنا لاعبين محليين، هذا هو الإيجابي اللي لازم احنا كمدربين وانتم كصحفيين تتكلموا عليه. نعم. الشيء الإيجابي لما تشوف انت بدبودة في المباراة السنغال دار مباراة في المستوى. نعم. لما تشوف لاعب بالقروي اللي دار شوط نقول شوط أول مع المنتخب السنغالي في المستوى، لما تشوف لاعب زيتي
كان في المستوى. هنا هاد اللاعبين هذا راح يمدوا اكثر، نقول انا ما حشي راح يصعبوا المهمه للناخب الوطني. نعم. لما يحوس على التشكيله الاساسيه. نعم. اليوم انا اكتشفنا في المنتخب الوطني لاعبين اللي جابوا الاضافه. المباراه الثانيه مع المنتخب السنغالي مباراه اللي كانت في المستوى حقيقه، شفنا شوطين مختلفين بين الشوط الاول والشوط الثاني. الشوط الثاني كان احسن، الضغط الجمهور اللي بالك ما سمحش للاعبين يفاكيو هذيك هذاك الضغط هذاك، ولكن المهم هو لما اللاعبين الناخب الوطني يكتشف بلاعبين جدد، هذا هو الشيء الايجابي. وهذو هما المباريات التحضيريه، حنا كمسؤولين وانتم كصحفيين والجمهور الجزائري لازم ما نعملوش الضغط كما نقولوا لا بريسيون نيفاست على المنتخب وعلى الناخب. اليوم عندنا مباراه رسميه اللي مع المنتخب منتخب طنزاني. هنا نكونوا 100% مع المنتخب تاعنا باش المنتخب تاعنا ان شاء الله يتاهل للكاس العالم، هذا هو الهدف الاساسي ان شاء الله، نتمنى ذلك. عمر، بخصوص المنتخب الطنزاني منافس الخضر في تصفيه كاس العالم 2018، قراءتك حول هذا المنتخب يضم لاعبين بارزين على غرار اولي موينغو مهاجم المنتخب او نادي تيبي مازامبي، وكذلك ساماطا الذي تلقى عرض في وقت من الاوقات من سياسكا موسكو ورفض وفضل البقاء في تيبي مازامبي؟ نعم، كمل عنده عدد من اللاعبين، لكن على مستوى المنتخب ماهوش منتخب اللي قوي يخيف المنتخب الجزائري بالاسماء تاعو وحتى بالمشوار تاعو في المباريات الرسميه والوديه. يعني شفت صفحت المباريات تاع المنتخب التنزاني، فهذا السنه لعب 7 مباريات وديه، اظن فاز في واحده فقط او ما فاش، وتعادل في واحده والباقي كلها هزيمه. ماهوش يعني منتخب كبير اللي يخيف المنتخب الجزائري. ربما هو يعتمد على انه كره القدم تحمل المفاجات وكل شيء. نعم. وعنده مباراه ذهب ومباراه اياب، بالاضافه لهذا يعني وقفوا البطوله في شهر نوفمبر في تنزانيا حتى يسمحوا للمنتخب تاعهم باش يحضر لمواجهه المنتخب يعني الجزائري. نعم. كوتش، بالنسبه للمنتخب الجزائري نحن نعلم بانه العديد من المدربين الفرنسيين والبلجيكيين تعاقبوا على تدريب المنتخب الجزائري، هناك واسيج، هناك ليكانز، هناك كذلك غوركوف كذلك، يعني المدرسة الفرنسية على وجه العموم، لماذا لم تقدم شيئا للمنتخب الجزائري إلى حد الآن؟ يعني بغض أو عكس المدرسة، مدرسة أوروبا الشرقية على غرار فايدا للوزيج، وهناك روغوف في وقت من الأوقات الذي درب المنتخب الجزائري، يعني مقارنة ما بين مدربين لأوروبا الشرقية الذين نجحوا مع الجزائر ومدربين الفرنسيين والبلجيكيين. اليوم نقول رانا في النتائج إيجابية. أنا مانيش لما تتكلم على اللاعب فايد، المدرب فايد، المدرب فايد، نوليو للوراء، نوليو لمباراة بلجيكا. المباراة بلجيكا لو بقينا في طريقة المدرب، لو ماشي الرئيس، لو ماشي الجمهور الجزائري، لو ماشي انتم كصحفيين وحنا الشارع، كان ما كانش يغير طريقة اللعب ديالو. اليوم هذه اليوم انا نظن على حساب رايي كتقني المنتخب الوطني راه في صحة جيدة، ونتمنى وان شاء الله المنتخب هذا يتأهل. انا اليوم فريمون ما كاش اون بريسيون انورم، اليوم ما كاش نتائج سلبيه، اليوم رانا نقولوا لينا بنتيجه ايجابيه من لوزوتو. نعم، فزنا بلوزوتو 3 اهداف لواحد. اليوم لما نتكلموا على المباراه التحضيريه، انا نظن على حسب رايي كتقني لو ريزولتا بورتو بو في ماتش دابليكاسيون، ان ماتش وين الناخب الوطني مطلوب عليه يشوف كل اللاعبين، مطلوب عليه يغير باش تكون عنده نظره عامه على الفريق، ولكن ما نجموش نحكموا على 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 منتخب وعلى على ناخب في مباراه تحضيريه. يعني لما جا المقارنه ما بين كريستيان غوركوف والناخب فايدا لولوزي، لا ماهيش طريقه واحده، طريقه تعامل مختلف. تختلف بين فايد وغوركوف. نعم كوتش، تفضل. نعود القائمة يعني 32 لاعب الموسع، هناك عدلان قديورة العائدين. نعم، هناك عدة عائدين. أول الملاحظة الأولى عودة مبولحي، قديورة، مصباح، بن طالب ورشيد غزال. نعم. الشيء الثاني، ملاحظة ثانية، أنه حافظ غوركي في هذه المرة على نفس الأسماء المحلية، شفنا التربصات اللي من قبل يعني يبدل لاعب ويجيب لاعب جديد من فريق، هذه المرة يعني حافظ على نفس الأسماء اللي كانت في. والثالث أنه الثلاثي المستدعى مؤخرا جيانين
وطهرة وسعيد بالرحمة، يعني استدعى من المرة الثانية هذه. نعم، على كل كان هذا بخصوص المنتخب الوطني الأول. بالنسبة للمنتخب الوطني العسكري، ألف مبروك، حيث توج بكأس العالم العسكرية في الأيام القليلة الفارطة بكوريا الجنوبية. نغتنم فرصة تواجد المدرب الوطني العسكري يونس افتيسان. الضغط ربما كان مفروض عليك بقوة بعد استقالتك من تدريب النصرية وتولي زمام أمور المنتخب العسكري، يعني كيف عايشت هذا الضغط، خاصة أن المنتخب العسكري يعني توج في النسخة الفارطة سنة 2011، يعني يقال البقاء في القمة أصعب من الوصول إليها. حقيقة تبقى في القمة أصعب باش توصل للنهائي، هو الهدف الأساسي في البداية في 2014 هو تحافظ على التتويج، ما كاش كلام أخر، ما كاش طريقة أخرى. حتى نقول أنا البداية ما كانت سهلة، البداية كانت صعبة، خاصة وين غيرنا تشكيلة أكثر من نقول أنا 98% منتخب جديد، لاعبين اللي كلهم جدد في المنتخب الوطني، عملنا أكثر من 16 شهر كوننا هذا المنتخب هذا. واليوم الحمد لله لما في التحضير لعبنا اكثر من 19 من المباراه مع الفرق تاع القسم الوطني الاول والقسم الوطني الثاني. في 19 مباراه ربحنا 12 من المباراه مع القسم الوطني الاول ودرنا 4 تعادلات ونهزمنا بثلاثه. هنا حسينا باللي المنتخب العسكري راه في الصحه جيده. ولما مشينا لكوريا نقول انا هذا المنتخب هذا ربح الثقه، خاصه في المباراه الاولى مع المنتخب القطري وين المنتخب ما كانش سهل، منتخب اللي قوي بلاعبين مدنيين بلاعبين يلعبوا كره حديثه. نعم. في فرق كبار في القطر صبنا صعوبات، كنا منهزمين ولينا في الدقائق الاخيره وسجلنا الهدف الثاني في الوقت الضايع الوقت الاضافي. نعم كوتش، يعني حصيله ايجابيه جدا، فزتم على قطر 2-1، على امريكا 5-0، على كوريا الجنوبيه منظمه الدوره 3-2، وفي المباراه النهائيه فزتم بهدفين دون رد. ما هي اصعب مباراه صادفتكم ربما النهائيه؟ والله مش نهائيه، اصعب مباراه هي مباراه فرنسا. نعم. في الثمن النهائي وين لعبنا اكثر من 75 دقيقه بعشر لاعبين. نعم. الحكم الامريكي بد البطاقه الحمراء في الدقيقه 15 وين كنا متحكمين في المباراه. صبنا صعوبات مع منتخب قوي، منتخب اللي عنده اكثر من 7 لاعبين في رابطه الاولى المحترفين في فرنسا، اللي منهم يلعبوا في اجاكسيو في باستيا. صبنا صعوبات ولكن نقول انا بالخبره والتجربه تاعنا سمحت لنا باش نسيروا المباراه دي. لما الحكم خرج مدافع ايسر كان مطلوب عليا انا كمسؤول ناخذ كما نقولوها ريسك ونمشي نقعد اكثر في الهجوم، وين خرجت لاعب وسط ميدان وكان مطلوب عليا ممكن بالك نخرج مهاجم وندخل مدافع، ولكن انا ما كانوش عندي حلول اخرى من غير الفوز بهذه المباراه هذه. خرجت مدافع خرجت لاعب وسط ميدان دفاعي ودخلت مدافع، ولكن بقينا في الهجوم والحمد لله سجلنا في 15 دقيقه الاخيره الفوز هذا اللي سمح للاعبين كسبوا روح الفوز وكسبوا روح المجموعه. بهذه المباراه هذه سيرنا مباراه نصف النهائي، والنصف النهائي كما تعرف مع المنتخب الكوري، منتخب اللي منظم الدورة وعنده منتخب اللي يحضر فيه اللي يلعب لي جوز اولمبيك تاع 2016. اولمبياد نعم 2016. نعم 2016. نعم. هاد البلد هذه راه يتحضر فيها هذا المنتخب هذا، منتخب تاع كما لي يو 23. نعم. وعنده زوج لاعبين اللي شاركوا في كاس العالم تاع 2014. نعم. حتى المنتخب والله بكل تواضع منتخب قوي المنتخب الكوري، حتى الدورة كان مستوى مرتفع. وشاهدنا أنصار كوريا الجنوبية كانوا يعني ياخذوا صور تذكارية مع لاعبي منتخب كوريا الجنوبية، ربما كانوا يعني نجومهما مع المنتخب كوريا الجنوبية. عمر، بالنسبة للمنتخب الوطني العسكري ليس بالأمر الهين أو السهل تكوين منتخب عسكري واللاعبين مرتبطين بالتزاماتهم مع نواديهم، وشاهدنا في العديد من المرات الكوتش يونس افتيسان يعني تنقل ما بين
الملاعب في ملعب 20 اوت، ملعب 5 جويريا، ملعب ملاعب البطوله الوطنيه، من اجل تكوين او معاينه لاعبين من شانهم ان يحققوا اللقب، والحمد لله حققوا ما كان مرادا منهم. بالطبع كامل، ربما اول مشكل راه واجه المدرب هو مشكل الوقت، البطوله خاصه لما تلعب يوم السبت وثلاثاء فرق وعنده لاعبين في وكيفاش يبرمج مباريات وديه مع الفرق، يعني مثل اتحاد العاصمه هناك اسامه درفلو، هناك حسين بن عياده، يعني لاعبين يعني تركوا بصمتهم في هذه البطوله العسكريه، واسامه درفلو نشاهد سجل هدف الفوز وسمحت للمنتخب العسكري للتتويج باللقب. والله هذه مباراه تاع النهائي اللي صبنا صعوبات كبيره مع المنتخب العماني. نعم. منتخب عمان اللي منتخب قوي، منتخب ويملك ثقافه في هذه المنافسه. يملك ثقافه، وخاصه كره حديثه، لما تشوف المنتخب العماني يلعب تقول بلي هذا منتخب اوروبي. نعم. منظم في الثلاث خطوط بدون مجامله، المستوى كان عالي. صبنا صعوبات مع المنتخب هذا، هو حتى المنتخب خرج المنتخب المصري، للمنتخب المصري جا اللي في 2011 لحق النهائي، جا اون طون كونكورون لكوريا، ولكن المنتخب العماني بالخبره ديالو بالتجربه باللاعبين عندهم خبره عرف كيفاش يخرجوا من المجموعه، الف حنا كنا في المجموعه با. ولكن في في في, في النهائي الحمد لله لحقنا 90 دقيقه. دخول تاع درفلو اللي نقول انا كانت بقات لنا اون سيل كارت، هو الوقت الاضافي، الوقت نقول ماشي الوقت الاضافي، الوقت الضايع، الوقت نو ماشي الوقت الضايع، لي برولونغاسيون، الوقت الاضافي. نعم. الوقت الاضافي عفوا. نعم. وين 30 دقيقه شفنا بلي المنتخب العماني على الجانب البدني نقص شويه، اللاعب درفلو لما دخلت اللاعب درفلو. نعم. جابنا الاضافه وسجلنا هدفين في الوقت اللي ما كناش ننتظروا. نعم. في هذا اللاعب هذا يسجل. نعم. حتى نختم، قبل ان نختم مشاهدينا الكرام، يعني ربما مستوى الدوره، البعض النقاد يرون بان مستوى هذه الدوره مستوى ضعيف، المنتخب العسكري دائما يهيمن على هذه البطوله، تعليقك حول اراء بعض النقاد؟ والله اليوم لما تحب تتكلم على مستوى تشوف المستوى، احنا كتقنيين اليوم نهضروا بصفه عامه، مستوى نقول انا مستوى عالي اليوم، احنا اليوم المهم هو الفوز بهذا الكاس هذا. اليوم انا نتكلم احنا كمسؤولين على هذا المنتخب هذا، احنا اللي كنا في الدوره وحنا اللي شاركنا في هذه الدوره، ورانا نتكلموا ومسؤولين على كلامنا. اليوم المهم هذا المنتخب العسكري، ربحنا منتخب، ربحنا لاعبين اللي اليوم عندهم خبره وعندهم تجربه، خاصه كلهم نقول انا عسكريين. نعم. هذا هو الشيء الايجابي، في 24 لاعب شاركوا اكثر من 20 لاعب في هذه الدوره. نعم. هذه الاولى. الثانيه هو اللاعبين هذا كلهم 14 لاعب سي دي كونتراكتويل اللي مازالهم اكثر من 3 سنين. نعم. والاخرين سي دي زابلي. اليوم هذا المنتخب هذا قادر يدير الدوره، ممكن 2019 تكون احسن. نعم. خاصه هاد اللاعبين هادو اللي في هذه الدوره هذه ما كانش عندهم خبره دوليه. نعم. اليوم مكسبوها. نعم. وبهذا المجموعه هذا اليوم انا نقول الفضل كبير يولي للاعبين اللي كانوا فوق الميدان، بلا. نعم. ما ننسى كل الطاقم الفني والطاقم الاداري والطاقم الطبي على كل، وما نساوش كما نقولوا رئيس الجوق هو الجنرال مقداد. نعم. اللي نقول انا وفر وعطانا كل الامكانيات باش وصلنا لهذا. على كل، شكرا لك، الف مبروك للمنتخب الوطني العسكري، وشكرا لك على الحضور اليوم في حصه ستاد ديزاد كوتش. لا شكرا لك. شكرا لك، الشكر موصول كذلك على عمر سلامي. نعم. كمان من المنتخب العسكري مره اخرى والكوتش ابتسام. ومزيدا من التتويجات بحول الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى نهايه الحصه، اضرب لكم موعدا يوم الاحد المقبل، تقبلوا مني اطيب المنى. سلام.